العجز الميزاني التجاري لمصر يتراجع بنسبة 2.7% إلى 63 مليار دولار في فبراير مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات. رغم مبيعات البنوك الحكومية للدولار، الليرة التركية تتراجع وسط عودة مخاوف المستثمرين حيال الضبابية السياسية. ارتفاع أسعار النفط العالمية بفعل تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط. مشاهدينا الكرام، من النيل الأخبار نحييكم، هذه نشرتنا الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم، فأهلا بكم. قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن عجز الميزان التجاري المصري تراجع ب 2.7% إلى 63 مليار دولار في فبراير. وأضاف جهاز الإحصاء أن الصادرات زادت بنسبة 2.2% إلى 48 مليار دولار، وهبطت الواردات ب 0.7% إلى 6.1 مليار دولار، بدعم من تراجع واردات المنتجات النفطية ب 25.5% وسيارات الركوب ب 2%. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اجتماعا لبحث سبل وآليات تنشيط سوق الأوراق المالية لتستمر في القيام بدورها كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الاجتماع تناول بحث مدى إمكانية تذليل العقبات التي تحول دون تنمية سوق الأوراق المالية المصري، حيث أبدت كافة الأطراف الحكومية التي حضرت الاجتماع مرونة كبيرة في دعم أسواق المال. اللقاء شهد كذلك التشاور حول كيفية زيادة كفاءة سوق المال من خلال تخفيض تكلفة المعاملات، وكذلك العمل على تسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة، وما يسمى ببرنامج الطروحات الحكومية. وعلى صعيد التداولات، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين والعرب قابلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 761.8 مليار جنيه، وسط تداولات تخطت حاجز المليار جنيه. ولمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. يعني أستاذة حنان، بعد التحية، في البداية كيف تابعتم في أسواق المال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المعنيين بالبورصة؟ مساء الخير يا أستاذ حسام، وكل سنة ومصر كلها بخير. في دلوقتي إشكالية مهمة جدا، هو مردود الاجتماع على البورصة ما كانش جيد النهاردة، كان في انخفاض لكافة المؤشرات. نعم. وده بيرجع طبعا لانخفاض الأسواق العربية أكثر من الأسواق العالمية. احنا عندنا في الأسواق العربية بتتراوح الانخفاضات ما بين 2.5% ل1%، وده بيرجع إلى مشاكل جيوسياسية موجودة في المنطقة. نعم. أنا بالنسبة للبورصة المصرية فكانت متواجدة في أول الجلسة في المنطقة الخضراء، ولكن اثنين المنطقة الحمراء، وده بسبب مبيعات الأفراد المصريين والعرب، وده بيرجع لحاجة مهمة، هو الاحتياج أكثر في الاجتماع ده ان يكون في اعفاءات ضريبيه الاكثر اهميه في الفتره القادمه. مهما تخفضوا في التكلفه فهي تعتبر يعني شيء محوري، هو طيب بتفرض على المتعامل، هي اللي بتاثر بالايجاب او بالسلب على تداولات السوق. وهنا شفنا بعد ما طبقت ضريبه الدمغه من اول يوم كان في انخفاضات، لما قلنا كمان ضريبه ارباح راسماليه في السابق التداولات انخفضت، فهي السر في كلمه الضريبه. طبعا جهود مبذوله جيده من قبل الحكومه في محاوله انعاش البورصه وسوق المال، ولكن الاهم هي الاعفاءات الضريبيه. طيب استاذه حنان، خلينا اسالك على الاجتماع، هل كان في ممثلين عن شركات الاوراق الماليه، حد من البورصه يعني تحدث امام رئيس مجلس الوزراء وبلغه بهذا الكلام، وكيف كان المردود على هذا الكلام؟ هو لم يصل لعلمنا حتى الان مين من زمايلنا اللي كانوا مشاركين النهارده. نعم. وهيبان في الساعات القليله القادمه المشاركين وحجم مشاركتهم، وكانوا بيتكلموا في مواضيع اللي تخصنا وبيعبروا. نعم. عننا بالظبط، ولا كان في كلام تاني؟ نعم. طيب انا بشكرك استاذه حنان رمسيس خبيره اسواق المال، وبالطبع نحن متابعون معكم لهذا الاجتماع وتاثيره على البورصه المصريه. ولمزيد من المتابعه طبعا يمكنكم متابعه مؤشر النيل في 15 دقائق باذن الله تعالى.
ننتقل إلى لبنان، حيث أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن بلاده تمر بظرف استثنائي على نحو يتطلب موازنة عامة استثنائية أيضا دون أن تمس بذوي الدخل المحدود والفقراء. وقال خليل أن الموازنة لن تتضمن ضرائب جديدة، مشددا على أن سعر صرف الليرة اللبنانية يتسم بالاستقرار والثبات. ويعاني لبنان من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1% إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، فضلا عن تضخم عام يبلغ بنحو 7% ونسبة بطالة بنحو 35%. تراجعت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم وسط عودة مخاوف المستثمرين حيال الضبابية السياسية لتتخلى عن مكاسب حققتها في أواخر الأسبوع الماضي بعد أن باعت بنوك حكومية مليارات الدولارات لدعم العملة التركية. وتراجعت الليرة إلى 6.1 مقابل الدولار، متراجعة عن إغلاقها عند 5,955 يوم الجمعة. وكانت البنوك الحكومية التركية قد باعت 4.5 مليار دولار الأسبوع الماضي لكبح انخفاضات تسبب فيها الأسبوع بقرار إعادة انتخاب بلدية اسطنبول. وفقدت الليرة 15% أمام الدولار منذ بداية هذا العام. ننتقل إلى أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت العقود الآجلة بفعل تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي المعروف بمزيج برنت 71 دولارا للبرميل، مرتفعة ب 38 سنتا. وبلغت العقود الآجلة للخام الأمريكي 61 دولارا 73 سنتا للبرميل، مرتفعة ب 7 سنتات. وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب إذ ضغطت التوترات التجارية الصينية الأمريكية، بالإضافة إلى الضبابية حيال إمكانية التوصل لاتفاق حول اليوان الصيني، ما يرفع تكلفة المعدن الأصفر على المشترين في الصين وهو أكبر مستهلك في العالم. وانخفض السعر الفوري للذهب 2%، وهبطت الفضة 4%، بينما انخفض البلاتين 1%. هذا ويتجه اليوان الصيني لتسجيل أسوأ انخفاض يومي في 9 أشهر، في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على سلع صينية. وتراجع اليوان 0.8% إلى 69,040، وهو أضعف مستوياته منذ 27 ديسمبر الماضي. وارتفع الين 25% إلى 109.7 ين، قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر، بينما هبط الدولار الأسترالي 0.3% إلى 6,976 من الدولار الأمريكي. وافق صندوق النقد الدولي بشكل مبدئي على منح باكستان قرضا بقيمة 6 مليارات دولار بغرض دعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية. وقال مبعوث صندوق النقد الدولي أرنستو راميرز إن باكستان سوف تحصل على هذا القرض على مدار 3 أعوام بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق عليه بشكل نهائي. هذا وتسعى باكستان للحصول على 8 مليارات دولار لتخفيف الأزمة المالية، حيث بدأت محادثات منذ عدة أشهر لهذا الغرض مع جهات الإقراض الدولية. وفي الصين، انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 14.6% في إبريل مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، لتسجل تراجعا للشهر العاشر على التوالي. وقال اتحاد مصنعي السيارات الصيني إن مبيعات هبطت إلى 1.98 مليون سيارة، وجاء ذلك إثر هبوط بنسبة 5.2% في مارس و14% في فبراير. وتخفض شركات صناعة السيارات الأسعار في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، بعد أن طبقت الحكومة تخفيضات ضريبية
لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي بالصين. وما زلنا في الصين، حيث استقبل مطار بيكين الجديد أول رحلات تجريبية لطائرات ركاب، حيث هبطت على مدرجاته 4 طائرات. ومن المقرر أن ينتهي العمل في المطار الجديد في 30 من يونيو المقبل، على أن يفتتح في 30 من سبتمبر. يعد المطار الصيني الجديد هو الأكبر في العالم، حيث تم إنشاؤه على مساحة 1 مليون متر مربع، ويمنح بيكين قدرة طيران هائلة وسط العالم. بحث رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيلسي مع مسؤولين في كوريا الجنوبية أزمة نقص الغذاء في كوريا الشمالية. وكان تقرير مشترك بين برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو قد أكد أن إنتاج المحاصيل الغذائية في كوريا الشمالية بلغ العام الماضي أدنى مستوى له منذ 10 أعوام، وأن ما يقدر بنحو 40% من سكانها، أي كوريا الشمالية، بحاجة إلى مساعدة غذائية. وأخيرا ننتقل إلى الأردن، حيث يطور طلاب في كلية الهندسة بالجامعة الهاشمية سيارات تعمل بالطاقة الشمسية. الطلبة صمموا السيارات في إطار مشروع تخرجهم لنقل الطلاب الذين يعانون من مشكلات في التنقل بجميع أنحاء الحرم الجامعي. إنها هادئة، صديقة للبيئة، وبالتأكيد هي المستقبل. هي السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وهي مجال عمل طلاب كلية الهندسة بالجامعة الهاشمية الأردنية الذين نجحوا في تطويرها في إطار مشروع تخرجهم. يمكن مشاهدة هذه السيارات الصغيرة خلال اختبارات تجريبية حول الحرم الجامعي يقودها أعضاء في قسم هندسة الميكاترونكس. الفكرة بدت أنه نطورها للأمن الجامعي وتساعد الطلبة، إحنا بنسميهم أولي الضرر، اللي هم الطلبة المعاقين اللي عندهم أي ضرر حركي، أنه هاي السيارات تنقلهم من مبنى لمبنى في الجامعة. تكلفة السيارة الواحدة تبلغ 3000 دينار، لكن المطورين يهدفون لخفض التكلفة إلى 2000 دينار. المنتج النهائي للسيارة الكهربائية بتعتمد على الطاقة الشمسية، بما أنها بتعتمد على الطاقة النظيفة، الطاقة الشمسية، في الحالة هاي التكلفة لتشغيلها راح تكون صفر ما عدا تكلفة الصيانة. الطالبات أيضا يشاركن في تطوير هذه السيارات، حيث يبحثن عن طرق لتحسين هذه التكنولوجيا. احنا من قسم التطوير على السيارات الهاشمية، بحيث انه قمنا بإضافة الحساسات على السيارة، بحيث انه نعرض القيم والقراءات للي بسوق السيارة، انها القيم والقراءات غير كافية، ونحن نطمح لقدام انه نضيف اشياء وعلى شاشات تاتش، ونطور على السيارة ونضيف كنترولر حتى نتحكم بالسيارة بشكل احسن. الطلبة يقومون بدمج وتتبع البيانات من اجل تتبع الاخطاء في صناعة السيارات ان وجدت، حيث طوروا تلك السيارات المبتكرة لتسير لمسافة 40 إلى 45 كيلومترا في الساعة، بعد أن كانت تسير لمسافة 20 إلى 25 كيلومترا في الساعة. الجامعة تنتهج استراتيجية واسعة النطاق للاستدامة البيئية، حيث تخصص 8% من ميزانيتها لدعم البحث العلمي، كما أنشأت محطة طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات في عام 2016، فضلاً عن محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية. مشاهدينا الكرام، بهذا التقرير انتهت نشرتنا، ونذكركم بأهم أخبارها. تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 2.7% إلى 3.63 مليار دولار في فبراير، مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات. ورغم مبيعات البنوك الحكومية للدولار، الليرة التركية تتراجع وسط عودة مخاوف المستثمرين حيال الضبابية السياسية. ارتفاع أسعار النفط العالمية بفعل تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط. مشاهدينا الكرام، كانت هذه نشرتنا الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.